لم تتخرج منها صحيح؟ ما هذا؟ مرحبا بكم. كيف حالكم يا أصدقاء؟ كيف حالنا؟ من تكونان؟ أنا آل وهذا ويرد. نحن من ويسكونسن، من شجرتي ميلواكي. وأنا الملك باغز، أحاول إيجاد سيف روثغار. نعرف أين هو سيف روثغار، لكننا لن نخبرك كيف تجده. ستحصل على هذه المعلومات بالتغلب علينا في تحدي جريء جدا. لا يهم، أنزلنا من هنا وحسب. حسناً، ما هو ذلك التحدي الجريء؟ إنه تحدي في الرقص بالطبع. من يؤدي حركات رقصة البولكا لوقت أطول يفوز. حسناً، لقد قبلنا التحدي. سنتغلب عليكما في أي يوم. سؤال واحد، ماذا سيحصل إن خسرنا؟ سننهيكم. أجل، ظننت أنكم لاحظتم كومة هناك. أخذنا علماً. قد مضت سنوات وآت وقت الملقى، إنها صديقتي من بلدتي بولكا. وحين التقينا معا تمايلنا، وعدت للنقانق حالا تذوقتها. بلدة بولكا هي الأفضل عندي، فيها طفولتي وفيها أجدادي. لذا جهزوا لنا أطعمة شهية، سنعزف موسيقى البولكا ونغني أغنية. دوري، أتيت إلى البلدة ويا له من مصير، ولعزفنا أعطونا المال الكثير. وها أنا وفرقتي نسبح في الأموال، لأننا سنعزف البولكا ليال طوال. بلدة بولكا هي الأفضل عندي، فيها طفولتي وفيها أجدادي. لذا جهزوا لنا أطعمة شهية، سنعزف موسيقى البولكا ونغني أغنية. عجباً، لا يمكننا التغلب على هذا، أنتم تفوزون. أجل، لقد نجحنا، والآن أين السيف؟ عليكم أن تعبروا جسر التدمير. لا أصدق، لما لا نمر عبر وادي السكون أو مرج لن يحصل أي شيء سيء؟